احنا حريصين ايضا واحنا بنشتغل في الشان العام لضبط النقابات المحامين اننا نحقق استحقاقات النقابه الفرعيه. ولما نقابه كفر الشيخ تتكلم عن مقر، احنا عايزين مقر نقابه كفر الشيخ، واحنا ما تخلفناش لما قالوا عايزين نشتري شقتين في مكان ما دفعنا ثمنهم واشتريناهم. قالوا وحشين ومش هينفع عايزين نشتري ارض، قلنا موافقين وطلعنا قرار بشراء الارض. حدث مشكله في سند ملكيه البائعين وفي مشاكل في انتقال الملكيه فتعثرت شركه الارض. الان في مشروع اخر مطروح مرهون الموافقه عليه بعده ضوابط. مرهون بانه يكون هناك توازن بين القيمه التي سوف ندفعها ثمنا لهذا المكان وبين العائد الذي سوف يعود على المحامين. سواء العائد المتعلق بالمقر او العائد الاقتصادي والمردود الاقتصادي من الملايين التي يمكن ان تدفع في اي مكان. لا يمكن ان نقدم، لا يمكن ان نقدم على شراء شيء ليس له مردود اقتصادي ومردود مهني. مردود مهني يحقق الغايه المهنيه اللي احنا عايزينها، ومردود اقتصادي يجعل هذه الملايين ذات عائد يصب في صندوق المعاشات والرعايه الاجتماعيه. كل هذا ما سوف يكون محل دراسه. لا نستطيع ان نعد مسبقا بالموافقه على مشروع بعينه الا بعد تقديم الدراسه الجاده والموضوعيه لكل ما يقدم. لذلك اقول اننا مع حق نقابه كفر الشيخ في ان يكون لها مقر ونقابه، وان نتشاور في كل ما يخص هذا الحق من ضوابط ومن قواعد. شكرا لحضراتكم والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.